ينظر الشارع الكويتي للمستقبل بتفاؤل كبير بعد أن أدى يوم أمس صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية ليكون الأمير السادس للبلاد بعد الاستقلال، ويرى الجميع بأن تكون الكويت في عهده زاخرة بالنمو والاستقرار بعد أن وصلت في عهد الأمير الراحل صباح الأحمد إلى قمة الازدهار لتكون رقما صعبا في المنطقة وأن يكون خير خلف لخير سلف. مراسل ATV العدالة موفق العرقان رصد لنا رأي الشارع الكويتي. أتمنى إن شاء الله أن نكون الكويت أفضل في عهد الشيخ نواف الله يطول بعمره ويتابع مسيرة الشيخ صباح رحمة الله عليه، ونسأل الله التوفيق له، نتمنى يكون خير خلف لخير سلف إن شاء الله. نبايع الأمير وسمعا وطاعة، والله يوفقه في المرحلة القادمة، والله يرحم قائد الإنسانية وأميرها وينزله منزلة الصديقين والشهداء. نبي من سمو الأمير أي يسير على نفس النهج ووفقه وسمعا وطاعا سمو الأمير. نسأل الله سبحانه وتعالى له السداد، ونسأل الله للتوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم صاحب السمو الأمير صباح الأحمد وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد بعمره أولا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه بالبطانة الصالحة، ونسأل الله التوفيق له. وحبيت أعزي شعب الكويت والخليج كله والوطن العربي والدول العالم كلها بهالمصاب الجلل. ألف رحمة ونور عليك يا أبونا صباح، وإن شاء الله خير خلف في خير سلف أبونا نواف. إن شاء الله والله يقويك إن شاء الله وتقدر تحمل المكانة هذه والمسؤولية، والله يطول بعمرك إن شاء الله ويحفظك، وإن شاء الله نمشي على نهج أبونا صباح. الحمد لله على ما حصل، وهذا طريق كنا ماشيين فيه، وهذا سنة الحياة، والحمد لله على كل شيء. ولكن حنا إن شاء الله دولة مؤسسات وما عندنا أي مشاكل، وإن شاء الله أن يكون الشيخ نواف خير سلف لخير خلف، وإن شاء الله أن الله يعينه ويعضدونه. أهم شيء أن يكون البطانة الصالحة اللي تعينه على إدارة البلاد. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون أهل المسؤولية وأكبر منها، وإحنا كنا ثقافيين لأنه كان مسك مناصب عديدة وإدارته كانت سليمة، والحمد لله في وضعه هو اللي موجود فيه ما فيه. وبدأ في بداية من بداية أول ما مسك وهو يتكلم عن الفساد وعن الأشياء اللي قاعد تصير في البلد، وعطى أوامر واضحة للناس المسؤولين أنهم يمشوها على الخط الصحيح، وإن شاء الله أن القطار يكون ركب السكة. نقول إحنا معك ومنا إليك، والله يقويك ويطول بعمرك لنا ويرحم أميرنا. إحنا إيدنا بإيده، واللي يقوله سمعا وطاعا، وما في أي شيء يردنا عنه. الله يطول بعمره لنا ويخليه.